وحنا مسامحينكم ومحللينكم ونحتفل وياكم الليلة ونفرح بنوماس كاريزما وبنجوم هذه الليلة. وخلونا ننتقل وياكم قبل أن ننتقل إلى الأستاذ زياد الشهري بالأخ والصديق ناصر سي عبد الله. إليك ناصر، تفضل يا ناصر. يعطيكم العافية شباب. استاذ ناصر شغل المايك، المايك مغلق الله يعطيك العافيه. بشوي اهدى استاذ ناصر عادي. يلا اهدى يا استاذ ناصر الله يسعدك. شغال الان؟ تفضل استاذ ناصر. شكرا لك زميلي سعود، وكذلك شكر موصول لك وللزملاء ولجمهور قناه الواقع. الايام معكم كانت أصفى من الصفاء وأنقى من الماء، قاربت السماء فتوجتها واقتربت من الجوزاء فلامستها لحظات، وسنكون على مسرح التتويج، مسرح النجاح، مسرح الخير. أيام كانت معكم فيها، كان فيها الدلال وكان فيها الجمال وكان فيها الخير. جمهور الواقع سعدنا بكم وسامحونا إن أخطأنا في حقكم. المتسابقون كلكم متوجون وفائزون. نحن في هذه الحياة بين خيارين، إما النجاح وإما النجاح أيضا. هاته رحلة الحياة، والحياة رحلة وليست محطة وصول، فاستمتع وخذ من الحياة أجملها وتجاوز أصعبها وكن صابرا نقيا جميلا. تلك هي رحلة النقاء ورحلة الصفاء التي عشناها معكم لحظات. بإذن الله ننتقل إلى المسرح والزميل زياد، هنالك حيث سيكون نجاحات وتكون كذلك ارتسامات وجمال وأفراح. عيشوا الفرح بكل مشاعركم، دمتم في رعاية الله، نلتقي في خير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاريزماوي والراس طايل لمركز دايم.